السلام عليكم ورحمة الله. جينا اليوم نصور لكم شقة في منطقة بوستيفا، الدور العاشر، شقة رقم 62. مساحة الشقة 215 متر مربع. طبعا أول ما ندخل عندنا المدخل هنا، ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة. نجي على طول على اليسار دورة المياه الأولى، أكرمكم الله. طبعا عندنا هنا المطبخ غرفة والصالون والغرفة الثانية. نبدأ نشوف من غرفة النوم الرئيسية. طبعا من هنا نطلع على غرفة النوم الرئيسية. هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية وقبلها دورة المياه الرئيسية، أكرمكم الله، مع البانيو والمروش. طبعا عندنا المساحة هذه اللي ممكن نحط فيها الغسالة. نجي نشوف غرفة النوم الرئيسية، ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة ولها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة. شوف إطلالتها، عندنا الإطلالة هذه ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا على الطبيعة. طبعا ما ننسى انه لها مروش خاص غرفة النوم. عندنا هنا مروش خاص غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا الغرفة الثانية ايضا بإطلالة جميلة جدا على الطبيعة. طبعا الشقة داخل مجمع سكني متكامل، فيها جميع الخدمات مثل مواقف سيارات، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، جلسات عائلية، بالإضافة إلى مسبح مفتوح. نجي هنا نشوف الغرفة الثالثة. طبعا لها بلكونة واسعة وشرحة مشتركة ما بين المطبخ والغرفة هذه والصالون. نشوف المطبخ برضو مساحة جيدة، بالإضافة إلى دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. نطلع البلكونة الآن نشوف الصالون ونطلع البلكونة. طبعا زي ما انتم شايفين بلكونة واسعة وشرحة، أيضا لها إطلالة جانبية على الطبيعة. أخيرا نطلع نشوف البلكونة. طبعا عندنا هنا البلكونة زي ما ذكرت لها مخرج للغرفة الثانية والمطبخ. عندنا المساحة هذه ما شاء الله تبارك الله، مساحة البلكونة فيها إطلالة جزئية على البحر بالإضافة إلى المجمع. طبعا زي ما ذكرت لعب أطفال، مسبح، مواقف سيارات، كاميرات، حراسة أمنية. وعندنا هذه الإطلالة الجانبية الجميلة من البلكون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.